والتي هي أوتوماتيكية وآلية 100%. يعني من خلال هذه القاعات يمكن لنا التحكم في كل الهياكل الموجودة بما فيها الآبار 90% الموجودة على المدار. نحن فخورون بما تقوم به المؤسسة الوطنية سوناطراك ورجال سوناطراك عاملات سوناطراك عمال سوناطراك تقنيين ومهندسي سوناطراك. يعني والله هذا فخر، فخر للجزائر أنها تتوفر على هذه المؤسسة التي اعتمدت على وسائلها الداخلية لأجل تطوير نفسها وبتطوير سوناطراك لتطور الجزائر. ومن واجبنا اليوم أن نعرف برجال الخفاء كرجال العلن، لأنهم عملوا بكل صمت وبكل تضحية وبكل افتخار للتحضير لهذا القرار الذي مكن الدولة الجزائرية المستقلة الجديدة من استرجاع سيادتها الكاملة على كل ثرواتها الباطنية.